تعبير.com جريدة تعبير.com. العودي محمد كاتب إقليمي الحركة الشعبية بإقليم أكاديري داوتنان. كنت أسف للمرحلة اللي وصل لها الحزب على الصعيد الإقليم ديالنا. الأسباب كترجع للأمين العام. الأمين العام عندنا الفصل 27 من القانون الأساسي ما كيسمحش ليه باش يعطي التفويض لواحد الإقليم اللي فيه الكتابة الإقليمية. هذا هو المشكل اللي تخلق مؤخرا واتصلنا معه مرارا وتكرارا بدون جدوى، ولهذا تطرقنا نتجهوا للمحكمة. درتوا الشكاية؟ درنا شكاية. واه شنو هذه الشكاية اللي درتوا؟ الشكاية ضد تجديد ديال الكتابة المحلية ديال أكادير وتجديد ديال الكتابة الإقليمية ديال أكادير، حيت داك لما عطى التفويض مشى جدد الكتابة المحلية وجدد الكتابة الإقليمية بدون النصاب القانوني. يعني هادشي ماشي معمرني شفتو، لان التجديد شكون اللي كيدير التجديد؟ ثلثين ديال المكتب. الا ما عندكش ثلثين ديال المكتب ما يمكنش تجدد، ما يمكنش دير حتى شي عمليه. هو دار التجديد بدون ما غنقول لك، ما كاين حتى ولو واحد من 21 واحد اللي كاينين في المكتب الاقليمي ما كاينينش. اما بالنسبه للمكتب المحلي اللي حتى هو تجدد، الناس اللي في المكتب ما بقى حتى واحد هنا في اكادير، كلهم سافروا. يعني كيفاش ما تروبورتا ب 15 يوم اللي هو قانوني؟ الا ما كانش نصاب القانوني القانون تيقول 15 يوم من بعد، وديك الساعه بما نحضر. كاين حتى واحد ما تشاور معكم؟ ما حتى واحد ما تشاور معنا، حتى واحد ما هضر معنا، فهمتيني؟ عيط لاعضاء المجلس الوطني قال لهم واحد الاجتماع ملي مشاو لقاو، ماشي اجتماع، جمع عام استثنائي، وكلهم الاعضاء المجلس الوطني راه استنكروا هذا الشيء بالتوقيعات وبالتصريحات وفي الاخر المحكمه غتقول الكلمه ديالها في هذا الموضوع هذا. ومن بعد فاش درتوا الشكايه هضرتوا معاه وضح لكم على السبب علاش دار هكا؟ السبب علاش دار هكاك راه السبب باين. وهذا السيد هذا طلب مني باش نزكيه كعضو مجلس وطني، لان المراسلات كيجيو للكاتب الاقليمي، الكاتب الاقليمي هو اللي كيزكي بناء فعلا على النقاش مع الاخوان ديالي. هو طلب منا نزكيه كعضو مجلس وطني. هذا الشيء قبل ما نمشيو للمؤتمر. ملي مشينا للمؤتمر قلنا ليه ما كاين مشكل، ملي مشينا للمؤتمر وصدق سكران في المؤتمر، حالته حاله في المؤتمر، واش هذا غادي باقي نزكيوه حنا؟ لا ما يمكنش. ملي جينا عاد ديك الساعه جات المراسله من الامانه العامه كتطلب منا باش نزكيو الاعضاء ديال المجلس الوطني جوج، وناخذوا بعين الاعتبار التمثيليه ديال النساء في هذوك جوج. هذيك الساعه جات الرساله بناء على داك الشيء اللي دار في الرباط، ونزيدكم في المؤتمر. هو مشى البيران كيشرب، انا ضريت ندير العضو مجلس الوطني في التمثيليه ديال اكادير. جا هو سكران غير شاف داك الشيء اللي دار تما، قال لي شكون اللي حط هذاك تما؟ واش انت؟ قلت له شكون اللي حط؟ انا اللي كنحط. فينك انت؟ واش هذيك حالتك؟ سير اغسل فمك ونقي راسك شويه. قال لي غادي نضربك. واش غادي يضربني؟ قد ولدي يضربني. قال لي بغا يضربك. وقال لي باغي يضربني. وقلت له اودي الا ضربتيني غادي تجي لومبيلونس لا سميتو المؤتمر. لا بدا ما دخل لومبيلونس، لان عنده جوج هضرات، يضربني يجيبني كا وتهزي لومبيلونس، الا غير هرني راه غنضربو انا غنجيبو كا وتهزي لومبيلونس. اذا لومبيلونس داخله وغنشوهو الحزب ديالنا. ودريت باش نجي في حالتي انا والاخوان وخليناه تما، لان وزين ديك الساعه ما كانش عنده منافس. المنافس اللي كان عنده راه حيدناه بالقضاء وبالقانون، وجينا في حالتنا باش ما نديروش مع الصداع. وهذا غادي نزكيه انا باش يمشي يدير التمثيليه ديال عضو المجلس الوطني. وهذا الكاتب الاقليمي اللي دار دابا اللي خرج من الحبس،
جا عندي لهنا قال لي ودي سمح لي راه كان شاربو هادي راه غادي يجي يعتذر. كانت تسنى يجي يعتذر شهرين وما جاش يعتذر. ما هضرش معاك لا مشى جاب التفويض كيدار ليها كيفاش جاب ديك التفويض؟ جاب التفويض من عنده الزين وهو ولا دابا معاكم هو راه غير مستشار لا علاقة له بالأجهزة ما دخلش الأجهزة ديالنا مستشار في البلدية فهمتيني ما عندوش حق حتى يجتمع معنا حنا كنطلبوا منه باش يجي يوريوها شنو غايدير في البلدية وحتى دخل يدير في البلدية ديال الأصدقاء ديالي أنا فكيديروا في الجمعيات اللي كانوا كنشطوا فكيديروا في قبل ما يديروا داك السيستيم ما عرفتش كيسميوه تيريفيلي ولا سميتو قبل ما يكون داك التيريفيلي كاينين واحد 39 عائلة تما هي اللي كتنشط هذا كديرو في لا بحكم انني واحد 5 سنين الاخر دوزتها في مصلحه الثقافه في مجلس البلدي ديال اكادير عندي علاقه مع الجمعيات ديال الاقليم كامل فهمتيني ديال نهضروا على اكادير ديال اكادير كامل من تيكيوين لا 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 لانزا هذوك الاصدقاء ديالي جبتهم حتى لهنا حتى للمقر وهضروا معاه وعطوه الدوسي باش يترافع عليهم ما الى ومن هذا ما كاين والو ها ما طرفش على ما قال لهم راه كنشكركم على هذا الشيء اللي درتو زوين ولكن خذوا بعين الاعتبار هذوك 39 عائله ما تضيعوهاش ديك الهضره ديال ماشي شي معارضه لا 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 ما كاناش المعارضه تما في هذاك المجلس هذا السيد اللي جا وقلتي ديما دخل الحبس واخا هو اللي دار كتيب اقليمي وعلاش كيدخل الحبس كيدخل الحبس على اللي شك وجابوه داروه كاتب اقليمي ونزيدك كنعيطوا للمحامي عيط عرفناه هو اللي غادي يترفع عليه وغادي يفكوا من الحبس لانه هو محامي كنعيطوا عليه كنقول له ودي اش عند الكاتب المحلي ديالنا حيت هذيك الساعه كان كاتب محلي قال لك ما في علمي هو راه في علمه هو اللي جمع ليه الفلوس هو واحد العضوات المجلس الوطني القديمه اخرى معاهم مشاو كيجمعوا الفلوس حتى خرجوه من اي تملل فهمتيني وملي جاو عندي بجوج قلت لهم كيفاش نتوما كتكذبوا عليا علاش راه انا راه انا مسؤول عليكم راهي واحد اي كاتب محل اللي وقع عليه شي حاجه في المحليات اللي تابعيني انا غيسولوني انا مال هذاك والناس المسؤولين كيسولوني انا انت كتقول لي ما في علمي باش جاوبني سير المهنه هذا في سير المهنه هادو غتخدم معاهم لا يمكن علاش هاد الحزب الناس المزيانين اللي نقيين وبغاو يخدموا ما كيخليهمش في الحزب هذا هو السؤال اللي كيتطرح دابا لان الحزب براسو كيقلب على راسو نكونوا واضحين الناس اللي خدامين بالمعقول وهذا ما بغاو ما كاينش المعقول تما نعطيك واحد ليكزومبل البرلمان اللي فات قبل من هذا كتعطى 50 مليون للبرلماني 50 مليون باش يسير الحزب اللي سميتو المنطقه ديالو زكينا واحد المراه ملي مشينا نجيبو الفلوس باش نخدمو الحمله عطاونا 3 المليون وفين مشات ديك 47 قال لك اسيدي شراو بهم الكاسكيطات والجيليات 47 مليون ديال الكاسكيطات والجيليات شحال كيديروا كاع ما نعرف والمنشور والمرسول ديال السنبوله ماشي ديال التصويره اللي فيه التصويره خصنا نخرجوا حنا من المطبعه هذاك العادي السامبل غير باش دير الصوره ديال البرلماني في البوطو خاصك 220 درهم لكل بوطو وكنت انا مدير ديال الحمله وعندي 109 ديال البوطوات 109 ديال 22 220 درهم يعني ديك جوج دراهم اللي عطاوني كلها غنعلقها في البوطوات ونبقى نشوف فيها مازال خاصك ما يمكنش 47 مليون مشات هكاك مشات هكاك مشتهاش الى يومنا هذا وما عمرهم صيفطوا لي انا ولو الكراد الى هذا المقر اللي كتشوفوا دابا انت كاري هذا المقر وكتخسر من جيبك من جيبي والتاسيس من جيبي وكل شيء من جيبي الاخرين هما تيديو كيديروا في جيبي داك الشيء اللي كاين وانت شنو الربح عندك في هذا الشيء انا الربح ديالي وهو انا مبلي بالعمل الجمعوي جات واحد الوقيته اللي طلعوا لي الاحزاب في الراس فهمتي راه انا 76 عام 67 عام اللي عندي دابا ودخلت للسياسه من 1976 وهما كيديروا بيا الحمله جميع الاحزاب تساريتهم لا الاحرار 28 عام
فهمتي، وكنا شادين كبر بلديه في المغرب اللي هي جامعه قرويه ديال تملول. ومشيت للاتحاد الدستوري. دابا التخلويط في شي حزب كان خرج كنمشي كنقول هذا الحزب ربما نقي ربما هذا الحزب والتاريخهم كان هذا يكون احسن وكتلقى اكثر. الله يعطيك الخير. وكان لقى المشاكل فهمتيني، كما كيقولوا ما تبدل صاحبك. جات واحد الوقيته صافي طلع لي هذا الشيء في الراس فهمتيني. واحد السيده جات كتمشي معنا للعمل الجمعوي كان ديال القافلات المخيمات فهمتيني، يعني انسجمت معنا. وكانت عندي واحد الجمعيه، درنا لها واحد الجمعيه سميتها ابداعات. اقترحت عليا باش ندخل معها الحركه الشعبيه، هي عضوه المجلس الوطني وعضوه المكتب التنفيذي ديال النساء. انا داك طلبت مني باش ندخل معهم الحركه الشعبيه. قلت لها لا سمحي لي. قلت لها علاش؟ قلت لها انا كيديروا بيا الحمله من بلاد كيطلعوا كيسدوا علينا التليفون. داك الشيء عييت منه. اش وليت كندير؟ كنت كندير شامبيون ديال الكره في رمضان. ملي كيجي شي حزب كنعطيه فرقه. اي حزب جا كنعطيه فرقه، كنقول له سيري ترزقوا مع هادو سيري ترزق، لان ما بقى معاه من. قالت لي لا لا لا, لا انا غادي نديك حتى لعند الامين العام رجليه في رجليك. قلت لها تديني حتى لعند العنصر؟ قالت لي ايه. قلت لها مزيان ولكن ندي مع الشباب. ديت مع جوج طوموبيلات 10 الناس. كلشي على حسابي. مشينا العنصر صيفطنا عندو الزين، والزين كان ديك الساعة هو هو المسؤول الوطني. بغينا نخدمو قال لك سيرو خدمو، ديرو الشبيبة، ديرو النساء، ديرو المحلية، ديرو الإقليمية، خدمو. ما كانش اللي خاصكم قولوها ليا. قلنا حنا واش بصح جينا خدمنا. وأسنا النساء والشباب ومشيت بعيد. مشيت أسست الكتابة للشبيبة ديالي نزكان عيت ملول. وأسست الشبيبة ديال شتوكا عيت باه الإقليم ديالي. النفس فيك جايب النفس جايب المعقول جايب المعقول فهمتيني. وفي الاخر انت حتى في الحمله ما صيفطوا لي الريال. هاد الحمله اللي فاتت انا ما صيفطوا لي الريال. وخدمت انا من عندي صيفطوا واحد 8 تقريبا من عندي. نعم صحه خسرتي تقريبا بلاتي الخسر انا ولا الا جيت نخسر الا جمع 5 سنين راه فايت 50 مليون هادشي فهمتيني. عندك من المال ديالي الخاص انا متقاعد، موظف متقاعد، وعندي واحد شويه ديال المحلات ديالي خلاهم الوالد مدوز الله يرحمه ولا دوزيام غير مونديال كنتخلص فيهم شويه. المهم انا عندي ما ناكل. انت عندك ما كنتسناش الحزب ياكلني فهمتيني. هذا هو الفكره ديالي والتكوين ديالي. هو انا تكونت بعدا التكوين النقابي قبل ما ندخل السياسه. لا ما طمعش في الحزب. انا التكوين ديالي كيف قلت لك في الثمانينات نقابي. ومن بعد التكوين الرياضي اسست حسنيه مسرقو 14 عام وانا رئيس عضو في العصبه السوسي كره القدم. وخلي الاضرابات اللي دوزت وخلي 67 سنه قلت لك ماشي سهله. ومن بعد الحمله فاش كدوز الحمله ملي دازت هذه الحمله الاخرى ملي دازت الحمله راه عطاتني جوج ديال المقاعد. جبنا واحد المقعد في الدرقه وجبنا واحد المقعد في اكادير. راه الحمله مع خنوش هذا ها مشار يجي ودوز صحيح. والسي وهبي والعفاري ديال الحكومه راه هنا فين كاينين. وجبت معاهم دوك جوج مقاعد. قول لي برافو عليك العاودي بلا فرانك بلا الريال ديال الحزب. واه واش قال لك هو الزين؟ اش نقول لك؟ راه مشينا عنده قلنا ليه اودي علاش عطيتي لهذا التفويض؟ راه حنا خدامين. قال لك لا راه انت واش راي؟ راه عندي الدكاتره في المكتب. عندي ثلاثه ديال الدكاتره ديال القانون وعندي الدكتوره في الاقتصاد. خلي لي ماستر خلي لي عندي الدراري متقفين فسميتو مع جبهه العمل السياسي الامازيغي. انا عندي اتفاقيه فكادير مع المنسق الاقليمي ديال كادير ديال العمل جمعه العمل جبهه العمل السياسي الامازيغي. عندنا اتفاقيه راه الا كان ممكن تصورها هي تما. هي اتفاقيه باش نسيروا الحزب جميع. وهما اللي سيروا معايا هادشي كامل وهما اللي عمروا معايا الغرف الصناعيه ولا البحريه ولا الفلاحيه ولا كلهم. دابا انت دابا خدام معاهم بالمعقول في هذا الحزب. علاش داروا لك هكا؟ بغاو هاد البلاصه لان دابا السي عادل البر لا شافوا دابا امزاز يجي ولي
كلهم بغاو يتقربوا. انا مشيت ملي داروا داك البونساسيون ديجا وزير الداخليه كنت حاضر انا فهمتيني, وواحد المناسبه اخرى ديال الخطاب الملكي كنت حاضر وكيشوفوني تما بدوك الجلاب كان بدا بدل عليهم الجلاب قالوا اه لا حنا اللي خصنا نكونوا تما با يقربوا شي شويه كيفاش واحد. انا ما عندي لا 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 سونس لا باك لا, انا عندي قريفه مدرسه ديال الدنيا فهمتيني راه مدرسه البلديات والسياسه والنقابه والرياضه وفهمتيني انا فين دابا انتم بغاو يحيدوك انت بغاو يحيدوني انا باش يجيو هما يبداو دوك البوشان ديال الدين وداك الشيء هذا هو. رسالتك اخيره اليوم واش ما تقول لها السيد؟ ها الرساله ديالك اخيره, كلمه اخيره باش نختموا هذا اللايف. الرساله ديالي الاخيره كنتمنى هذوك الاخوان اللي معايا دابا ولكن صافي بدينا كنتمنى يخليوني ندفع الاستقاله ديالي نرتاح, ولكن دابا بدينا درتي الشكايه دابا كاينين جوج شيكات وجايين جوج شيكات اخرين كلهم على وزين كلهم على مين لا وزين عنده الفصل اللي جمعني مع راه كيجمعني مع واحد القانون اللي هو القانون الاساسي لا ما احترموش ودرتي به الشكايه ودرت به الشكايه لان ما احترموش ما عندوش الحق يمنعه منعا كليا على 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 الامين العام يعطي التفويض لواحد البلاصه اللي فيها الكتابه الاقليميه. هذه الشكايه تعتبر الاجراء والفصل 27 الجلسه الاولى غدا ان شاء الله غدا شي وحدين فيهم تبلغوا فهمتيني هو براسو تبلغ ما يحضرش هو في الجلسه يحضر ولا ما يحضر ولا يدير محامي ولا شغله هذاك حتى انا نحضر ولا ما نحضر ولا هذاك من بعد الجلسه نصوروا معاك ونشوف الجديد اش ان شاء الله. مرحبا شكرا مرحبا تحياتي